هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتابي احنا ناس حبايبنا. مثل ما انتم شايفين شباب، نزل من شوي جائزه الكنز شباب، حدث البربر راح نسميه انا، اوكي راح نسميه حدث البربر شباب. مثل ما انتم شايفين شباب، في اربع برابره من اربع اقوى البرابر، يعني شباب اي بربر فيه سكين، يعني بربر من دون سكين شيء اسطوري، ومع سكين كمان شيء اسطوري، اوكي. حبايبي الكرام، قبل ما نبلش مقطع حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام على الناس. طبعا شباب، انا الان بحساب احد المتابعين، اوكي، مثل ما مكتوب العنوان، اوكي. نزلت ستوري من شوي على انستغرام شباب، اكثر يعني شو بدي اشرح لكم. اول الاشخاص اللي بعثوا لي شباب على الانستغرام ستوريات دخلنا حسابه وشحنا له، اوكي. يلا شباب، خلينا ما نطول كثير حبايبنا الكرام. ولا تنسونا باللايكات واللايكات والشيرات، اوبا. وشي كثير مهم حبايبي، لا تنسوا، نزلت لكم مقطع اسطوري شباب على قناتنا الثانيه شباب، بتمنى من كل اسطوري يروح يشاهدوا حبايبنا مقطع شي باللوس، اوكي. شباب ندخل على الحدث يا اساطير، ليتس جو. طبعا شباب، هو يعني من قبل مختار وكل شيء، يعني مظبط وضعه، اوكي. وشي كمان، وضارب وحده يعني، اوكي. خلينا نكون بسم الله الرحمن الرحيم شباب، ان شاء الله يطلع لنا واحد من هالشكل. معنا 3000 جوهره شباب، شحنا 3000 جوهره وجارو توب بنفس الوقت. يلا نقول بسم الله، تاكيد، ليتس جو. يوبا، بيض 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 معلم حبيبي، والله يلا روح لفه ثانيه، ان شاء الله ما يطلع لنا. لا والله، لا يعني والله حبيبي، يعني يطلع لنا هذا. لا مو بيض، 200 حبيبي والله، بيض. يلا يلا يلا، ان شاء الله يطلع لنا شيء. لا يا زلمه، هذا ما كويس يا زلمه، هذا ما كويس والله، ما كويس معلم، ما كويس هذا. خلينا نجرب لو نشوف حظه ثانيه شباب. حلو بس لا زلمه، ليش هيك الحظ؟ يلا 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 معلم، يلا جيب 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 يا جميل يا اخي. على القريب حابب اجيب له واحد من هالثلاثه شباب، يعني هذا الصراحه، هذا ما بعرف، هذا مثل يعني حبيبي والله، يعني يلا نكمل 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 شباب نكمل. طبعا شباب، هذا الحدث شوي بيض، اوكي، يعني ما اكره ما عندي هيك حدث، بس ولكن معلش متابعينا ليكو يدللوا نو بروبليموس. شايف يطلع يا زلمه، اوبا 1200 شباب، 1200 شباب. طبعا شباب، مثل ما انتم شايفين شباب، اول حدث ما شرحت لكم، ممكن كثير منكم شباب ما فهم، اوكي. لما تدخلوا على الحدث حبايبي، في عندكم اشياء لازم تختاروها، اوكي. تختاروا اربع من الاحداث، اوكي، وكل لفه وكل دويره لازم تجي على هي الموجوده فوق لفه الجائزه الكبرى، عشان تجيكم يعني تضربوا تاخذوا واحد من الـ من الـ من هالسكنات حبايبي، اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اخر لفه ان شاء الله يطلع له شيء سكين حلو من هدول. طبعا دول ثلاثه دول حلوات شباب، يعني الثلاثه يعني شيء اسطوري. رابر العالم ثلاثة دم شباب، شيء اسطوري متشكلس، يعني ثلاثة من هدول شيء مرتب، شيء لوز اللوز، اوكي اوكي. حبايبي الكرام، خلينا انا شباب ندخل. طبعا يعني اكيد حصلنا على شيء سكين، ما ندخل نجربه؟ لا ما يمشي الحال. طبعا شباب، نفس الوقت جاي هي تبعت التوب اب، اوكي. خلينا ندخل على السكين حبيبي والله، وين شتكن شتكن. طبعا شباب، مثل ما انتم شايفين يعني ما كان عنده ولا سكين من الشتكنات شباب الحلوين. عندنا هذا الشباب، هذا فيه سعه تحمل ودقه، يعني هذا كمان يعني مو يعني مو انه بيض بيض، ما اتس كول يعني ماشي بشي. بالنسبه لهذا الشباب، هذا معدل اطلاق، لا والله هذا بالنسبه لهذا حبايبنا فيه معدل اطلاق النار، النار 2، سعه التحميل 2، يعني يشبه هذاك تبع الون بانش بقلاوه، فهمتوا علي كيف؟ ليك حبايبنا، صار لي زمان مالي مجربهم، ناخذ نشوف مع بعض شو افضل شيء، نجرب اثنين من الشباب، اوكي، نشوف شوف الاوضاع شباب، حابب يعني مرات الشوتجنات واحد بالتحديثات وما تحديثات شباب بيتغيروا شوي، فهمتوا علي كيف؟ اوكي، ليتس جو. خلينا نشوف شباب وضع هذا. اوكي، نشوف كيف وضعه باللعب، شوف في تغيرات حبيبي والله، شوف يعني نشوف الفرق بين هذا وهذا شباب على القليلة حبيبي والله. وينون؟ وين بني ادمين نايمين معلم؟ نايمين يا ولد نايم. التمانو معاش بضرب معلم، بدك تروح شو بدك؟ ايش بفي؟ ايش في حجي؟ شو بدك؟ شو معلم؟ شو في؟ شو بدك؟ يغدر، بده يغدر يا زلمة يا زلمة. شو طلع الولد؟ عم يعمل لي رقصة وعم يرقص يعني، قلع الولد، يخرب بيت سنتو. ثواني شوي، خلينا نركز شوي. والله هذا فيه، هذا فيه السرعة وفيه الدقة، مو هيك قلنا؟ ثواني شوي. ووو
والله شيء حلو. هوبا والله شيء حلو هذا شباب. يعني انا فكرت انه مو كويس بس يعني اتس كول. خلينا نطلع نشوف الثاني شباب شوف وضعه. يعني مثل ما موجود شباب حبايبي مثل ما موجود يعني كان موجود فيه سرعة التحميل ودقة بس ولكن في سرعة الحركة. سرعة الحركة عادي يا معلم مو مهم. عندنا هون سرعة دقة دقته كان حلو مبين عليها. بالنسبة راح نشوف الثاني هذا ما فيه دقة تمام بس فيه معدل اطلاق النار يعني طلقاته السريعة. لكن راح ندخل شباب ونشوف شو وضعه اوكي ونشوف الوضع حبايبي. ليتس جو مقارنة يعني مقارنة خفيفة حبايبي. اوكي شباب البربر الحبيب والله بربر الرابر رابر البربر. نشوف هذا سرعته بتدرب شو وضع معلم حبيبي والله. تعال هون تعال هون يا جميل تعال هون يا جميل انت مانو وينو اوه الدقة هاي خفيفة معلم. شايف شايفين لاحظين الدقة يا شباب اوبا با با بس شوف يعني بيعبي بسرعة يعني شباب يعني بيعمل روشرش كمان بسرعة بس يعني جاب كل الشوتجن شباب كل أي شوتجن بربر يعني يعني أي شوتجن بربر يعني حبايبنا يعني تحطوا له سكين كمان راح يصير طلع حلوبي لله يا شباب البربر شباب سكنات البربر كلياتهم يعني بدون نقاش كلياتهم أسطوري يا شباب. يعني إذا طلع لكم هذا أو فرجيكم الثاني اوكي شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا هون عندنا الشوتجنات موجوده انا بحسابي طلعنا من حساب الشاب. هون عندنا هذا شباب الريلود سبيد اعاده التعبئه والدقه موجوده اوكي. عندنا هذا الثاني هذا فيه المدى تمام ولكن موفمنت هذا يعني بس كويس بالمدى يعني شباب ممكن يكون مثلا باللعب البعيد ممكن ينفع بس ولكن يعني اغلبنا لما نلعب بربر شباب نلعب بعد قريب يعني ما راح يفيدنا كثير هذا فهمتوا علي كيف. بالنسبه لهذا الشاب الموجود بالشو اسمه بالحدث هذا من يعني النمبر 1 شباب بالشوت جناد بالنسبه لي يعتبر صراحه هذا اللي فيه دمج وريلود يعني هذا وهذا تقريبا نفس الشيء بس هذا فيه ريت فاير يعني الصراحه ما بعرف يعني شباب ما بعرف شو بدي اخلكم يعني كلهم حلوين يعني الصراحه يعني ما في شيء مش حلو اوكي. خلينا افرجيكم شباب اجرب لكم اذا تحبون جرب لكم هذا شباب اللي فيه الدقه افرجيكم شباب. طبعا في تغيير دائما شباب باللعبه اوكي نجرب لكم هذا اللي فيه دقه نشوف وضعه كيف شباب. طبعا بالنسبه للاثنين اللي فاتوا شباب حلوين اتس كول ماشي بون شيء مرتبين مش بيض بيض سو نجربهم حبايبي. الف مبروك للشاب اللي حصل على هذا ول ما تغير اوكي نو بروبلم خلينا نغير ما تغير ليش ما تغير اوكي يلا مع الشباب خلينا نكمل اللعب هذا لنشوف نشوف شو وضعه بين الباقيه مثلا بقول لك يا شباب الباقيه يعني بدون 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 نقاش يعني من اقوى يعني من اقوى الشوتجنات يعني موجودات شباب يعني الرابر والثاني حلوين بينما ذاك اللي فيه مدى يعني الثلجي مو ما يعني مدى فقط يعني اوبا قولي قولي هذا سكسوني شوي هذا شباب انا شايفه يعني ماش مشي يعني مثل ما انتم شايفين ول 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 شو هذا معلم؟ خرب بيت ستك، خلينا نروح نجرب هذاك الشاب الازرق. اوكي ليتز انجل، انا حامل الازرق مثل ما انتم شايفين يعني بالمدى هو كويس. في معي كيف يعني خلينا نشوف شباب الوضع بالمدى كيف هذا المدى يعني بالبعد شباب بس ولكن رغم مثل ما قلت لكم من شوي الشوت جن البربر اغلب الاوقات بنستعمله من قرب شباب يعني من مسافه هون وهون فهمت علي كيف؟ مثل هذا الحبيب ابلعوا له حبيبي والله لاحظت معي شيء يعني هذا المدى يعني بلعب من هون هالمدى هون دائما بلعب يعني من هون من هون شباب فهمت علي كيف هالمدى هذا هو مدى الشوت جن يعني ولا شيء لي بربر لا 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 بربر وين شوت جن بتيم اوه بتيم حبيبي ام سوري معلم يخرب بيت سنتك اوكي شباب هذا مثل ما قلت لكم شرحت لكم شباب لاحظ صراحه ما بلاحظ الفرق اللي يعني الفرق بيناتهم بس ولكن شباب انا حابب افرجيكم اللي هو ذاك اللي فيه الدمج الدمج شباب يعتبر يعني لاحظين مع شباب الدقه الدقه فقط يعني فقط لا غير مدى 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 عفوا مدى مو دقه وين 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 يا العالم خليني افرجيكم شباب هذاك الثاني شباب اوكي صرنا اماكن الشوت جن شباب طبعا شباب باللعبه لحد الان موجودات كل سكنات الشوت جن هذول هن شباب ما في غيرهم اوكي واحد اثنين
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هدول ستة شباب ما في غيرهم يعني لحد الموت ما نزل أول حدث من أول أول لحد الآن. أوكي هذا شاب، هذا كان أول شوتجن، أول سكين شوتجن حبايبي تمام. يعني يعني يعتبر أيام زمان يعني هذا يعتبر من أقوى الشوتجنات شباب، بس ولكن يعني بعد نزول هذا شاب، هذا يعني تقريبا نفس شو. راح نجرب لكم يا شباب، راح أفرجيكم الضرر عنده كيف. Let's go. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب انا مثل ما قلت لكم الازرق تمام. خلينا ندخل نشوف الوضع تبعه هذا شو تغير. مرات مثل ما قلت لكم شباب، مرات بالتحديثات بصير تحديثات خفيفه نظيفه ممكن يعني ما يبان يعني فهمت على كيف. طبعا هلا شباب باين عليه يعني الضرر عنده يعني شيء اسطوري، في واحد من الضرر والله شو عم يصيروني حبيبي والله معلم. ليش ما تموت معلم؟ يلا دروب 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 دروب. واو يخرب بيت انت. تعالوا تعال تعال هذاك يعني نسلم عليه قبل ما نروح. لاحظت معي شباب الصراحه مثل ما قلت لكم يعني انا صراحه ما عم بشوف الفرق الاساسي يعني بين الشوتجنات. اي شوتجن اي سكن هذا سكن شباب يعني بس عندي بس هذا شو عجبني بس الازرق. لاحظت معي كيف؟ الازرق هذاك الثلجي هو يعني مش نار نار عليك سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، هيك بيكون تم مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا، بتمنى لكم يوم سعيد وكل عام وانتم بالف خير حبايبنا. لا تنسونا شباب بالانستغرام والقناه الثانيه شباب، نزلت لكم مقطع صور شباب راح احط لكم رابط تحت الوصف يا احلى ناس، ونشوفكم مقاطع جي شباب. دائما حبايبنا ركزوا كثير على الانستغرام يا اساطير، على الانستغرام حبايبنا نعمل لكم زوم على الانستغرام تبعنا، ركزوا منيح على الانستغرام حبايبي. لما يكون في احداث وانا اي سكين عندي اياهم اوكي دائما اوتوماتيكيا شباب انزل ستوري وباخذ حساب احد المتابعين شباب من الستوريات. اوكي نشوفكم على خير، يومكم سعيد، سلامات.